طبعا كان بعض الناس يشيع أن الود بين عمر وخالد مفقود، ما يحبون بعضهما، وقد يكون في هذا شيء من الصحة، لكن الود الإسلامي الذي هو محبة في الله بالتأكيد موجود عند الرجلين، لكن لكل واحد منهما شخصيته وطريقته في الإدارة. وذلك يعني أنا في بعض إخواني في الله أحبهم حبا شديدا وأحترمهم وأقدرهم، لكن في العمل أختلف معهم اختلاف جذري، ويعني أحيانا قد أهاجمهم هجوم شديد مع حبي لهم. بعض الناس ما يميز أن هناك من ينظر إلى مصلحة المسلمين بطريقة، من ينظر لمصلحة المسلمين بطريقة أخرى، فتتصادم هذه النظرات وبالتالي يحدث الاختلاف في الود. لكن قضية الحب في الله وقضية يعني التقوى والأخوة الإسلامية هذا أمر آخر. أنا أفهم أن العلاقة بين عمر وخالد كان في هذه الصورة، محبة في الله، أخوة في الله، احترام للحقوق الإسلامية، لا خلاف على ذلك، ما في أحد يتجرأ بلسانه على الآخر، هذا من ناحية التقوى والصلاح والكذا، هذا صحيح. لكن من ناحية العمل كان لخالد أسلوب يصطدم مع أسلوب عمر. في بحثي عن شخصية عمر وكتبت فيها كتابا وألفت فيها وأصدرت فيها ألبوما، وكذلك أبو بكر الصديق ألفت وسجلت، وجدت أن الرجلين بينهما اختلاف شديد في الطبائع. أبو بكر طبيعته أنه لما يولي إنسان القيادة يترك له حرية التصرف، يعطيه التوجيهات العامة والهدف العام ويترك له حرية التصرف. أما عمر فكان منهجيته أنه يدخل في التفاصيل ويقرر في التفاصيل. أبو بكر كان لين، فكان يحترم قوة شخصية خالد ويعطيه المجال أن يتصرف. عمر قوي الشخصية بشدة، وكذلك خالد، فكلاهما فيه استدام بين الأمرين. على كل حال سأفصل قضية عزل خالد والمواقف التربوية فيها. فالمسلمون لما تلقوا الخبر، طبعا ما حد توقع أن عمر يتصرف بهذه السرعة. نعم توقعوا أن هناك خلاف بينهما قد يؤدي إلى شيء من تصادم، لكن في اليوم الأول لتعيينه أول قرار عزل خالد، وخاصة بعد الأخبار التي تأتي متتالية بالانتصارات العظيمة التي حققها خالد للإسلام خلال 3 سنوات الأخيرة، وخاصة أن المعارك التي يخوضها خالد دائما منتصر وأحيانا غيره يتورط هو يأتي ينقذهم، تعلقت به القلوب أنه إذا وجد فالنصر معهم. فعمر خشى أيضا من الناحية العقائدية، خشى من هذا الجانب أن الناس تتوكل على خالد ولا تتوكل على الله عز وجل كما سيأتي في الحديث. فهذا كان جانب، إذن هو اختلاف في الأسلوب في العمل، واختلاف في قضية أن التوكل قد يحدث على خالد، وهذا أمر خطير في النفوس. أيضا قد يتساهل الجيش بالاستعداد وبالقتال لأن والله خالد معنا، إذن النصر معنا. فكل هذه الأمور يعني أفزعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر يعني كان مرهوب الجانب قوي الشخصية، الكل يحترمه بل يهابه، وقليل من الناس كان يجرؤ على مخالفة عمر رضي الله عنه. بالإضافة إلى شخصيته، هو عنده منصب الآن خليفة، له كل الصلاحية في تعيين وعزل القادة كما يشاء. فالآن شخص قوي الشخصية مرهوب الجانب محترم احترام شديد، وبيده الصلاحيات والكل يخاف منه ويرهبه، فالكل تقبل القرار وأطاع وبقي الجميع صامتين. لكن واحد من الشباب هو عمر بن حفص بن المغيرة قاطع عمر، وفي مقاطعته شيء من غلظة وشدة، فقام وقال والله ما أعذرت يا عمر، نزعت عاملا استعمله رسول الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عين خالد قائدا للجيوش، أنت تعزله، ووضعت لواء رفعه الله، وأغمدت سيفا سله الله، لقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم. هذا الشاب عمر بن حفص بن المغيرة هو من بني مخزوم من قبيلة خالد. فعمر أدرك أن هذا الشاب يتحرك ليس فقط بالعاطفة الإسلامية التي كانت عند الجميع، أن خالد سيف الله المسلول صاحب الانتصارات العظيمة كيف يعزل، وأن هذا الشاب يتحرك بالإضافة إلى هذا المعنى بأنه أخذته الحمية قريبة. فقال عمر للشاب إنك قريب القرابة، حديث السن تغضب في ابن عمك. ولم يزد عمر على هذا وخرج من المسجد. عمر خرج وبدأ يفكر في قضية ردة الفعل التي ستحدث عند المسلمين، أن لماذا عزل خالد. فرأى أنه أحيانا يشوف بعض القضايا التي تشكل على الناس وقد يفسرها الناس وتنبني عليها إشاعات، من الأفضل الإنسان يقطعها من أولها يوضح حقيقة الأمر. فقرر عمر رضي الله عنه أن يشرح للمسلمين أسباب العزل كي يقنعهم بأنه عادل. شخصية لامعة مثل خالد ما يمكن عزلها بدون تقديم مبررات مقنعة للمسلمين. في اليوم التالي قرر عمر الخطاب أن يحدث الناس مرة أخرى،
فجمعهم في المسجد وخطب فيهم. طبعا هذا في المدينة، ثم تنتقل الأخبار من المدينة إلى باقي المسلمين، المدينة هي أصل الإسلام وعاصمة الإسلام في ذلك الوقت. فقال: إني أعتذر عن هجر خالد بن الوليد، أنا أعتذر لكم لماذا عزلت خالد، لكن سأذكر لكم بعض الأسباب. فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، هذه الأموال التي عندنا التي تأتي من الغنائم، كنت وجهت له لما كنت وزير عند أبو بكر أنه الأموال يعطيها إذا أراد يوزع يركز على المهاجرين، المهاجرين خسروا أموالهم في الهجرة فيحتاجون تعويضات، الأنصار كانت أموالهم عندهم. لكن خالد ما التزم بهذا. يقول عمر: إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطى ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان، بدأ يوزع الأموال على الناس الأغنياء واللي لهم مكانة واللي لهم سيطرة واللي عندهم شعر ونثر وأدب، يعني الناس الأعيان، ولم يعطي الضعفاء. فأمرت أبا عبيدة، يعني هذا أحد الأسباب الرئيسية، أنه يتصرف تصرفات غير صحيحة ويتصرف في الأموال على خلاف أوامر قيادة المسلمين، فسكت الناس. طبعا فيما بعد سنذكر أيضا بعض التوضيحات الأخرى التي ذكرها عمر، لكن الآن دعونا ننطلق مع الرسول الذي خرج يحمل الكتاب الهام بعزل خالد. هذا الكتاب لم يوجه لخالد، وجه إلى أبي عبيدة. وصل الكتاب بينما المسلمون يحاصرون دمشق، هم حاصروا دمشق حوالي شهرا، فوصل الكتاب بعد حوالي أسبوع من محاصرة دمشق، وخالد كان هو قائد المعركة. المعركة الحامية إلى الآن ما بدأت. طبعا هذا الرسول كان يعرف ما في هذا الكتاب عزل خالد، يعني سمع الخطبة، وكان هذا الرسول ذكي، عرف أنه لو انتشر هذا الخبر سيكون أثر سيء على المسلمين. فلما جاء طبعا يمر على المسلمين فيسألونه: ما الأخبار، ما وراءك؟ ما أخبرهم بوفاة أبي بكر، إنما كان يطمئنهم كل شيء على خير وإن شاء الله التعزيزات ستأتيكم والأمر مطمئن، لكن أريد أن أذهب إلى أبي عبيدة. فذهب إلى فسطاط أبي عبيدة وطلب منه أن يخرج كل الناس الذين في الفسطاط، فأمرهم أن يخرجوا، فسلمه الكتاب. أبو عبيدة قرأ الكتاب، أصيب بالذهول، أولا لوفاة أبو بكر، طبعا كل نفس ذائقة الموت، بس كان مفاجأة، يعني أبو بكر ما كان مريض، ما كان شيء، فجأة مات، بالنسبة لهم كان أمر غريب. والشيء الآخر أنه خالد صاحب الانتصارات العظيمة يعزل وهو يعين مكانه وهو المطلوب منه أن يبلغ بهذا، فكان ما يتمنى أن يحدث هذا الأمر لخالد، وخاصة أن عند المسلمين كان خالد رمز للجيش ورمز للنصر، ووجوده على رأس هذا الجيش عامل هام في الأهمية، ولو انتشر الخبر في أثناء حصار دمشق قد تزعزع النفوس وقد يعني تحدث انشقاقات في الجيش، فخاف من الذي سيحدث، وخاف أيضا أن يصل الخبر إلى الكفار فيعرفون أن خليفة المسلمين مات وصار تغيير في القيادة والآن قائد الجيش تغير فيتجرؤون أكثر على المسلمين. بعدين الخطاب ما يبين أي أسباب لعزل خالد، ما الحكمة، ما الغاية، ما في شيء، فقط عينتك عليه وقم بالعدل وإلى آخره. أبو عبيدة أيضا كان من طبيعته أنه لا يحب الخلافة ولا يحب الولاية، فكان يتمنى أن يبقى جندي عند خالد، يعني من أدبه وأمانته رضي الله عنه، وخاصة أنه الخبر جاء في منتصف حرب، يعني لو انتهت الحرب في وقت سلم ولا وقت انتقال من حرب لحرب كانت المسألة أهون، كان وقت فيه يعني شدة على أبي عبيدة. فقرر أبو عبيدة ألا يذكر شيئا عن وفاة أبي بكر ولا عن تغيير خالد حتى تنتهي المعركة الحالية. فسأل الرسول، قال له: هل علم أحد بما جئت به من أخبار؟ قال لا، قال لا تخبر أحدا ولا تفشي هذا السر. أبو عبيدة فعل فعلا عجيبا رضي الله عنه، أخفى هذا السر اللي هو وفاة أبي بكر وعزل خالد طيلة أيام حصار دمشق. ظل خالد هو القائد وهو معزول ولا يدري أنه معزول، فقط الوحيد الذي يعرف بالإضافة للمسلمين في المدينة أبو عبيدة وهذا الرسول الذي جاء. ظل أبو عبيدة جنديا عند خالد إلى أن تم النصر للمسلمين وفتحت دمشق كما وصفت لكم. وهذا فيه أيضا إشارة أخرى، أبو عبيدة كيف يوافق على السلم مع الكفار، هو بيده الصلاحية الحقيقية، يعني لما خالد دخل دمشق بالقوة بينما أبو عبيدة وافق على الصلح والسلم، كان أبو عبيدة يتصرف في الحقيقة، وإن كان خالد لا يدري، كان يتصرف لأنه هو صاحب الصلاحية الحقيقية، من حقه لو أخبر خالد أنه عزل وأنه القائد من حقه أن يأخذ المسألة بالسلم، لكنه يعني كان مخفي السر لهذه المصالح المعنوية. فلما تم السلم مع أهل دمشق وتمت المسألة واستقر الأمر ووقع خالد الاتفاقية مع أهل دمشق، تذكرون لما ذكرت لكم في وقت سابق أن دمشق كان توقيع الاتفاقية بينهم وبين خالد وليس أبو عبيدة، مع أن أبو عبيدة هو القائد لكنه تركه يتصرف،
ثم ذكرت لكم كيف خرج خالد بعد ذلك إلى القافلة التي خرجت من دمشق، ثم حدثت المعركة اللي سميناها مرج الديباج لكثرة القماش الديباج التي فيها. هذه الغنائم التي أخذت من غنائم دمشق، كانوا خرجوا بها من دمشق. لما خرج خالد وأخذت غنائم ورجع واستقرت الأمور لخالد في دمشق وسيطر سيطرة كاملة عليها مع غنائمها، هنا في هذا الوقت أخذه أبو عبيدة جانبا وأخبره بوفاة أبي بكر الصديق، وأخبره بتعيين عمر خليفة جديدا، ثم أعطاه كتاب عمر ليقرأه وعليه ختم الخليفة الجديد. خالد قرأ الكتاب ببطء وأدرك أنه أصبح معفيا من الخدمة كما يقولون، لم يعد هو القائد العام، وأن أبا عبيدة هو القائد العام. طبعا كان يتوقع أنه خالد يعزل لو جاء لك، ما توقع أن تتم الأمور بهذه السرعة، وتوقع أنه يعني خالد يعطيه شيء من مهلة، لكن كان متوقع شيء من هذا. لكن الذي استغربه خالد أن التاريخ المؤرخ على الكتاب مرسل من حوالي شهر، وأن أبو عبيدة استلمه من حوالي 3 أسابيع على الأقل. فنظر إلى أبي عبيدة وسأله: لماذا أخفيت الكتاب عني رحمك الله؟ فأجاب أبو عبيدة باختصار أنه ما أراد أن يضعف سلطان المسلمين وهم في أثناء المعركة. فتذكر خالد وأخذ يبكي على أبي بكر صديقه ومرشده والمحسن إليه، وقال: رحم الله أبا بكر، لو كان حيا ما عزلت. وخالد طبعا هذا العزل أثر في نفسه تأثير شديد، وبكى خالد على فراق أبي بكر. وعند اليوم التالي 3 شعبان في عام 13 هجرية جمع خالد جيش المسلمين وأبلغهم بوفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتولي عمر الخلافة، وأخبرهم بعزله وأنه الآن جنديا تحت لواء أبي عبيدة. بايع المسلمون أبا عبيدة بالولاء، واستقر الأمر الآن أن أبو عبيدة هو قائد الجيش وخالد هو أحد الجنود الذين عنده.